نور الإسلام. نعم. أبو بكر عمر فرع نور الإسلام. نعم. السؤال الأول: اقرأ الحديث الذي عنوانه كالقائم الذي لا يفطر والحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: القائم الذي لا يفطر الصائم لا يفطر. متفق عليه. نعم. والحديث الذي بعده: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا عصب ولا هم ولا حزن ولا عذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. نعم. اقرأ الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربورة أبو هريرة ألا يقار مسيرجا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للي موضع ألا متيرا رأمنت ألا ياتي ما يصيب المسلم من نصب بابا وندك سام مسلمين وتوهلا ولا عصب كوشي ونجي وجي ولا نعم ولا عصب نعم كوشي ونجي وجي ورش اللاهية ولا هم كو راموا ولا حزن كو بكين تشكي ولا حزن كو وتا تشوتا ولا غم كو تكايتي حتى الشوكة يشا كو تكايتي. حتى كوبك إن تكي حتى الشوكة يشاقها أرقى يديك تاكاها إلا حتى الشوكة يشاقها أرقى يديك تاكاها إلا كفر الله بها من هضايا فاتي ألا يكرك ريما سزن فنسا. متفق عليه. بارد مسلم سكر يدوش. نعم. السؤال الثالث: من روى الحديث 30؟ رواه المسلم. صح. الحديث مرة الحديث الرابع الحديث 24؟ رواه البخاري. صح. مرة الحديث 19؟ متفق عليه. خطأ. نعم. مسلم. شكرا. بارك الله فيك.